فيما يحتفل البعض في لبنان بما استوهمه انتصارا، يعكف المعنيون على البحث عن قانون يكون الانتصار فيه للبنان وليس على حساب لبنان. وبانتظار أن تنضج طبخة القانون الانتخابي، يشدد الدستوريون على ضرورة أن يجمع القانون الجديد بين صحة التمثيل والوحدة الوطنية وسط تساؤلات عن قدرة الحكومة على إجراء الاستحقاق. المطلوب أنه نعمل قانون نحن يأمن التمثيل الصحيح، هذا اللي اتفق عليه في الطائف، لشتى فئات الشعب وأجياله، ويحافظ على الوحدة الوطنية، إطار وحدة الشعب والأرض والمؤسسات، الشعار اللي رفعناه بال 76 بالمجلس، المجلس 72. هذا شيء ما حصل. هلا الشيء اللي عم يحصل هذا الشيء مش صحي، هذا تهافت على مزايدة. لذلك نحن بوضع يستدعي التبصر والتمهل. مفروض انه ما نقدم على اجراء انتخابات ضمن هالفوضى، وخصوصا ضمن انحسار سيادة الدولة. الدولة ما بتقدر تعمل انتخابات حرة، ما فيها تضمن الامن بالبلد اللي هو اساس الحرية للناخب. من الواضح ان القانون الارثوذكسي لن يسلك طريقه الى الواقع، وعليه اقتراح لطرح واللجان المشتركة أيدته بأكثريتها. هذا كان نوع من المشهد غير الأصيل، مشهد يعني كأنه في اصطفافات ظاهرية وإعادة تموضع لبعض الفئات دون أن يؤدي إلى أي مضمون حقيقي. يعني في هذا ملهات، ملهات عم ياخذوا البلد باتجاهات عبثية. طيب كيف تصورك لقانون انتخاب؟ قانون انتخاب نحن قلت أكثر من مرة مش مطلوب منا نخترع الديمقراطية، وإنما أن نطبقها. التمثيل الصحيح ببلاد العالم يكون إما عبر الدوائر الفردية التي تتيح للناخب أن يختار ضمن معرفة وأن يحاسب. بين الحديث عن تأجيل تقني والحديث عن استحالة التوصل إلى قانون توافقي في وقت قريب، يبدو أن حزب الله نجح في تطيير الاستحقاق الانتخابي.